إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. السلام عليكم. هل أسلمت ملكة سبأ؟ هل سألت نفسك يوم إيه الفوائد اللي ممكن نتعلمها من قصة بلقيس ملكة سبأ مع سيدنا سليمان عليه السلام؟ طبعا قصة إسلامها مليئة بالعبر والدروس. في يوم من الأيام أتى الهدهد إلى سيدنا سليمان عليه السلام وأخبره بأنه رأى أمر عجيب، وأنه وجد قوم يسجدون للشمس من دون الله عز وجل. فأرسل سيدنا سليمان عليه السلام رسالة مع الهدهد إلى هؤلاء القوم، وهم قوم سبأ، وقد كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم وبين أن الرسالة منه، وقال فيها ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وعندما أوصل الهدهد الرسالة وقرأتها ملكة سبأ، خشيت على مملكتها من النهب والسلب والتدمير، وقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية جعلوا أعزة أهلها أزلة، فجمعت كبار قومها وشاورتهم في الأمر وفي اتخاذ القرار. طبعا أجابوا وقالوا إن الأمر يرجع لها وإنهم قوم أصحاب قوة وسلطة. فاتخذت بلقيس طبعا قرارها وأرسلت لسليمان هدية ذات قيمة كبيرة، وقالت فإذا قبل سليمان الهدية فإنه ملك، وإذا رد إليها الهدية فهو رسول مرسل من الله عز وجل. طبعا وصلت هدية بلقيس لسيدنا سليمان فقال لا حاجة لي بها، فلقد أعطاني الله سبحانه وتعالى رسالة وملكا وسخر لي كل الكون. وحمل الوفد الذي أتى منها تهديدا إلى بلقيس أنه سيرسل جيشا ضخم ليخرجها وكبار قومها وهم أزلة، لأنها لم تعلن إسلامها وتخضع لله عز وجل ولم تصدق بنبوة سيدنا سليمان عليه السلام. فعلمت بلقيس أنه نبي مرسل من الله بعثه الله لهداية العالمين، ورغبت أن تتحدث معه. فعرف سيدنا سليمان بذلك وأخبر جنوده أن يحضروا العرش الذي هي فيه ويغيروا لها معالمه، فأجابه عفريت من الجن أنه يستطيع إحضار عرشها قبل قيام سيدنا سليمان عليه السلام من مقامه. وأخبره أحد علماء بني إسرائيل أنه يستطيع إحضاره قبل أن يطرف سليمان عليه السلام بعينه، وفعلا قام بإحضاره وغيروا شكل العرش، فجعلوا تحت العرش ماء وفوقه زجاج. فلما وصلت الملكة بلقيس شبهت هذا العرش بعرشها ولكن لم تعرفه، وكشفت عن ساقيها لتعبر الماء ظنا منها أنه ماء، وقالوا لها أنه قصر من زجاج لا ماء به، فتعجبت من ذلك وأسلمت لله الواحد القهار. الفائدة والعبرة الموجودة في قصة ملكة سبأ: أول شيء أن الملكة بلقيس كانت امرأة صاحبة عقل، فلم تلقي قومها في الهلاك، وطبعا استطاعت قيادة قومها لمصلحتهم. ثاني شيء أنه بحكمتها بذكائها كانت سبب في هداية شعب بالكامل. ثالث شيء أنها كانت امرأة غير متكبرة وشاورت قومها والكبار في موضوع سليمان والرسالة، وأن مشاورة الناس في الأمور العصيبة يعتبر حكمة وليس عجز وضعف، بالعكس سيكون لها قوة. الشيء الرابع اللي ممكن نتعلمه من بلقيس أنها لا تميل إلى العنف والدماء، ولكنها تميل للسلام والخير لشعبها وتهتم لما فيه مصلحة شعبها، وذا كان ظاهر في الآية الكريمة قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وبس كده صاحبي، كان معاكم خالد محمد. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وشير لكل احبابك على كل المواقع، واشترك بالقناة لو كنت اول مرة تشوف القناة، كمان تعليق حلو منك بالصلاة على رسول الله. دمتم بحفظ الله والسلام عليكم. ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي، لك الحمد ابتهلت به لما أوليت.